للمزيد معنا من أربيل مراسلنا هيوا عزيز. هيوا أهلا بك معنا في هذه الساعة. وضعنا في تفاصيل موقف الديمقراطي الكردستاني التمسك بأن يكون مرشح رئاسة منهم، وإن كانت هنالك أي مواقف جديدة صدرت عن الاتحاد كذلك. نعم، في الواقع الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بمرشحه منذ انتهاء الانتخابات التشريعية في العراق في 10 أكتوبر الماضي، ويعتبر حصوله على منصب رئيس الجمهورية الشرط الأساسي في دخوله في أي تحالفات سياسية، كما حصل في التحالف الثلاثي مع التيار الصدري قبل انسحابه ومع الكتل السنية. ولكن هذا الموقف طبعا يتقاطع بطبيعة الحال مع موقف غريمه وشريكه في نظام الحكم هنا في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يصر هو الآخر على التمسك بمرشحه الحالي برهم صالح الذي يتولى رئاسة الجمهورية حاليا لتولي ولاية ثانية، على اعتبار أن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بوفق التوافقات السياسية التي جرت في العراق منذ عام 2004. ولكن الآن بعد انسحاب التيار الصدري من التحالف الثلاثي أو من البرلمان العراقي إنجاز التعبير، أصبحت الكرة الآن كرة تشكيل الحكومة الجديدة في ملعب القوى المنضوية في الإطار التنسيقي، وهذه القوى طبعا متحالفة مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرشح برهم صالح، وهذه القوى تضغط بشكل سياسي كبير على كلا الحزبين لكي يتوصلا إلى مرشح توافقي بينهما لتولي منصب رئاسة الجمهورية، وإلا فإن هذه القوى ستصوت لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. من أربيل مراسلنا هيوا عزيز، شكرا جزيلا لك هيوا على كل هذه المعلومات.